علامة قوية جدا، لو شعرتوا بيها تأكدوا ان الطرف الاخر بيبادلكم نفس المشاعر وبيحبكم، وهي علامة تذبذب المشاعر الطاقي. يعني ايه تذبذب المشاعر الطاقي؟ يعني هتحس ان انت بيجيلك اوقات بتبقى مشتاق جدا وشعور الحب مسيطر عليك لدرجة كبيرة جدا، وممكن ان انت يجيلك بكاء من كترة حبك واشتياقك لهذا الشخص، وفترة تاني من اليوم من نفس اليوم تلاقي نفسك عادي جدا، الشخص مش فارق لك، التفكير عندك كده، المشاعر عندك كده. اعرف هنا ان انت بتوجه لك طاقات من الشخص الاخر وهو اللي بيفكر فيك. لما تحس ان التفكير عندك بقى قوي جدا اعرف ان الشخص بيرسل لك طاقات قوية في هذه اللحظة. لما تلاقي التفكير هدا اعرف ان الشخص الاخر يا اما منشغل بشيء يا اما نايم. لو عايزين تتابعوني على اليوتيوب وصفات من الاخر للبنات.